بداية قوية من فريق الصحبجية، ولكن البصمة عرفوا يرجعوا تاني في المباراة بهدوء. خطفوا 25 نقطة وتقدموا فرق 5 نقاط. 110 البصمة، 105 الصحبجية. كان عليا مسؤولية ان انا احرز هدف التعادل وارجع بفريقي تاني في ضربات الجزاء، لكن للاسف ما قدرتش، لكن لسه فاضل 100 نقطة في عجلة الحظ، لسه ماتش في الملعب. احنا حاسين بقلق شوية، بس ان شاء الله نفضل محافظين على التقدم ده حتى نهاية المباراة. عجلة الحظ فيها 100 نقطة، وطبعا هيبقى ليها دور كبير في ماتش النهاردة. ولكن المباراة حلوة ومتكافئة. خلينا نروح نشوف هيحصل.